ولك حبيبي يما انا مو عشاني عشان روحك. يا يما انت فكينا ذا السالفه تعيدينها في اليوم 300 مره خلاص. لا وظل عيبها على راسك فهمت ولا لا؟ وماني بسامع، بقعد اسمعك وتقعدين تبح صوتك ولا ما تسامع شيء. لا تسمع اشوفك. ماني بسامع. يلا قول ورايا انا راح اصير مليونير. طيب انا ودي اصير مليونير. لا مو ودي انا راح اصير مليونير. انا ان شاء الله بصير مليونير. انا راح اعرض حلال ابو مي. همي بتورث حلال ابوها. لا يوسف يورث حلال ابو مي. هي بتورث حلال ابوها. ايش دخلني انا فيهم؟ انت وش دخلك في ابوي تورثين حلال ابوي؟ ايش دخلك؟ ولد باكر اكبر ثلاث طموات وترموا الحلال يصير واحد. انا ما توقعتك انت داخل على طمع؟ والله حتى انا ما توقعت اني داخل على طمع. ولا توقعتي عاد ولا ما توقعتي حبيبتي؟ فاعمل ولا انت من زين جبتي؟ وانت من ياخذك انت؟ هي ميزتك حلالك بس فلوس ابوك. على فكره نايف من يتمناني بس هذا كله من افكارك انت الحرباية. يا والله ما بغيت ولا حكايه تتمنى الالف وما تتمناك. حرباية تقول يمه خليك في حرباية. انا حرباية. ايوه حرباية. ايوه انت حرباية. ايوه انت حرباية. هذه حقيقتك. ايوه مريض. باين عليك من افكارك اعوذ بالله. قلبتوا مسلسل ادغال حرام عليكم والله. حرباية وحرباية ما ادري. قول علي حرباية ولا مريض. ايوه. مصورين المفروض في قفص قزاز والله. ها وينهم؟ يا اخوي قريب قريب بس هذا الجي بي اس مو مضبوط شكله مخربط ولا ايش صار؟ وش اللي مخربط؟ وش الكلام الفاضي حقك بحلال؟ بعدين انت كل يوم جايبين لي شغل واقضي لكم، ويوم جت على ذي تقول لي ما اعرف. يا اخوي خلاص قريب انت ايش فيك؟ بس بالله زي ما وصيتك يا ابو سعديه. لا تخاف يا ابن حلال سرك في بير. الله يطول لي بعمرك، لا بس عشان انا ممنوع اني اقضي معك امورك الشخصيه، بس حاول تكفى ها؟ حول ولا قوه الا بالله، ابن حلال سرك في بير لا تخاف. إيه لا بس عشان ممنوع أنا أني أقضي معك أمورك الشخصية بس تعرف لا يصور ها؟ يا ستيفي سيقال على غفلة أعقل. لا بعيدا عن أمور المثالية هذه وستيفن سيقال أنا بدلك ثاني لفة يمين ونزلني ها؟ بس تكفى لا تنسى صور لي ها؟ أصور لك يا ابن حلال بس أبسلك أسلك نزلني نزلني لا 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 نزلني ليش دائم تركب ورا يا ابن حلال ترى رقبتي انعفطت اركب قدام معي زي المسلمين لسببين طال عمرك السبب الأول إن السيارة مضللة وأنا ايجنت ما بي الناس يشوفوني ثاني شيء الشيوخ يركبون ورا ها؟ لا يا شيخ نزلني أنا بوريك الحين الشيوخ يركب معك يلا دقة رجلية يلا انقلع أخي بس انقلع نون ستة سبعة ثمانية أوكي بص ابو مي يا حبيبي انا كده عملت لك احصائيه بكل الوظايف اللي احنا محتاجينها ايوه بس كده بقى عايزين يا اوفر تايم يا حد يجي يساعد الشباب وانا ايش ليش كل هذا يعني الشغل كثير للدرجه دي يعني لا مش كتير بس برضو دي مهام ومتطلبات ولا ايه يا ادم انت بقى يا بقى ادم يا ادم ايوه يا شيخ تعال السلام عليكم يا شيخ هلا 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 كيف اخبارك هلا الله يخليك تسلم اسمع عندي مهام زائده في العمل وابغاك تشتغلها انت واعطيك 500 ريال طوالي وانا لاقي طوالي ايه خلي بالك في اشاره وفي ساهر بص يا ابو مي يا حبيبي انا هقوم بكل المهام اللي انت عايزها وب 400 ريال اقول انت تعض على شحم ما بحرج هو فاهم خلاص قلنا ادم يعني ادم ليش انت اصلا الشغل اللي مدينك ليه وقاعد تشتغله انا انا بقول لك يعني انا حبيبك والله يا ابو مي شفت كيف شفت كيف هذا فن واصول علم الاداره